اي تي في اليوم معاكم بمناسبة انتهاء مناسك الحج، أقامت حملة الغربين احتفالية. وشي عسى الله حفظك وما قصرت، شكرا لك. شكرا لك، شكرا لقناة الاي تي في. شكرا لك يا شكرا لابو حمد العزيز احمد الفضلي مدير القناة، واحد حجاجنا السنة هذه، عسى الله يحفظنا وما قصرنا معاكم. واخذ مقدمتك وتحياتي حق جميع استاف قناة العدالة. احلى بوسه مقدمك والخاتم. أقامت حملة الغربين احتفالية بمناسبة حجاجها اليوم، وراح نشوف اللقطات معنا. يقول الحمد لله على تمام مناسك الحج، وهذا فضل من الله عز وجل ومنا، وصراحة احنا اليوم فرحة عندنا. الفرحة هذه جمعنا فيها كل الربيع والحجاج، ونقول حج مبروك، تقبل طاعتكم. وصراحة الواحد لما يقضي مناسكه وعلى أتمم ما يكون، فهذه فرحة. والفرحة الثانية نسأل الله عز وجل أن نشوفهم أهلنا سالمين غانمين في الكويت. وصراحة نشكر قناة العدالة على جهودها وعلى صحبتها وعلى نقلتها من المطار إلى المطار. الحج سهل مع الغربين، والله سهل، كل شيء كان سهل معانا مع حملة الدكتور وليد الغربين، اللهم لك الحمد. وما قصروا حملة وليد بن غربي، اي والله ما قصر. والله خير على الجهد الطيب والمبارك. وصراحة انا اعطيكم لقب من عندي، اقول انتم صراحة اخطبوط الشاشة، ولكم صراحة كل محبة وتقدير. حجاج حملة بن غربين يا مرحبا ومسهلة فيكم، يا اهل الوفاء والادب والدين، ويلا عسى الله يهنيكم محلكم في مقر العيد، وكل ما تبونه يجيكم. نتعب على راحة الغالين، وحنا هنا أهاليكم، ويلا عساكم من الناجين، والخير كله يباريكم. قناة العدالة ويانا من أول حملة، حملة غربين صاحب الدكتور وليد غربين، الله بيض وجيكم، جزاكم الله خير. واليوم انتهينا من جميع مناسك.